خلينا في المنتخب، ماشي. شايف الماتشين الجاي يعني دول مباراتين هيفرقوا مع المنتخب الفترة الجاية في ترتيبه، طبعا تصفيات أمم أفريقيا. شايف إن توجو ده فريق صعب؟ هل إحنا المباراة صعبة عشان إحنا موقفنا في المجموعة؟ مين التشكيل اللي رضا عبد العالي يختاره للماتشين دول؟ مش هقول تشكيل، بس انا هقول لك دلوقتي عيب قوي لما نقعد ونقول تشكيل وما عندك محمد صلاح لوحده. يعني حتى انت لو هتلاعب اقوى فرقه في افريقيا انت المفروض ما تخافش. توجو ايه؟ وجزر القمر ايه؟ ايوه بس الكرة وكينيا ما فيهاش ايه؟ كبير. لا فيها حبيبي فيها، انت لا فيها. ما فيهاش كبير. لا 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 ما فيهاش كبير. لما اسوان كسب الزمالك الموسم اللي حبيب فات. قلبي ماشي، دي ظروف ماشي. خاصه، دي ظروف. انا بكلمك دلوقتي على منتخب مصر مش فرقه. انت منتخب مصر كل لعيبه مصر قدامك، وعندك محمد صلاح المحترف، وعندك النني المحترف، وعندك تربت 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 ايه، وتخاف من توجو؟ لا يبقى انت كده بقى لا مؤاخذه يعني، يبقى كده بقى نقفلها ونشتغل حاجه تانية. انت تخاف من المغرب، تخاف من الجزائر، تخاف من تونس، كوت ديفوار، الكاميرون، ماشي. لما تكون معاك في المجموعه ماشي، من غانا، الفرق اللي هي لا تقل، دي الكرة ملهاش كبير معاهم. انما تيجي تديه توجو وكينيا وجزر القمر وتقول له الكرة ملهاش كبير، وانت عندك ماتشين هنا، مش عندك ماتشين هنا؟ توجو لا وجزر لا القمر انت بتتكلم لكن توجو الاول وبعد كده هنا هنروح نلاقي توجو الاول هنا وبعد وهتدخل كده كينيا هنروح. بس. طب ده اسمه كلام؟ مش عايزين نضحك على الناس. اولا اختياراته انت حر، ومش هنعقب عليه ولا نقول لك لا، بس انا هتكلم في نقطة واحدة بس، عشان كل ما بسمع في ناس بتخش وتعمل مداخلات سواء هنا او هنا او هنا او في اي حتة، وطبعا في ناس بتبقى مرحبة. هي بس الملحوظة على الكابتن حسام البدري ان هو خد رمضان صبحي، دي الملحوظة بس. طيب ولما خد كهربا وهو كان لسه في نادي الزمالك ما سمعناش حد يتكلم ليه؟ ولما خد طاهر، محمد طاهر اللي راح واتصاب، بس عشان ده رايح النادي الاهلي فكله عمال يطبل ويوسع ليه ويطبل. هيطبل ليه؟ اسمع بس اكمل وبعد كده عقب عشان ما برضه تخلي، ما انا بنسى برضه وانت واحد من ضمن اللي بيطبلوا. لا انا عمري ما لا طبلت. بتطبل، لا 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 كده عمري انت ما بتطبل طبلت وانت عارف. ولو بطبل كده. مش هسيب. اسمعني طب بس انت يا كابتن قاطعني رضا، ليه ما طالما ما لازم بتطبلش؟ لان في خليني جزئيه يا اكمل، كابتن رضا. خليني اكمل وبعد لا كده. هو انت عايز تقول يا كابتن رضا اللي انت عايزه ومحدش اللي هو يعارضك. اللي هو لا اللي احنا هقول لك اللي كابتن احنا رضا فاهمينه في الراي الكوره. التاني. انت مش فاهم انا اللي احنا بقول فاهمينه لك في في الكوره. معلومات، انت بقول لك جايبني ليه؟ معلومات. مش جايبني عشان ان انا ماشي انت بحلل لك قلت كوره؟ طاهر. انا بحلل، سيبك، انا ما بقطعش في طاهر على فكره، ماشي بس انا بقول لك. انت قلت انا ما اتكلمتش في كوره على فكره. انا اتكلمت مع حضرتك في جزئيه واحده. ايوه انت حضرتك بتقول دلوقتي ان طاهر محمد طاهر الناس بتتكلم او الناس ما اتكلمتش علشان بتطبل. لا ليه مش طب ليه ما انت بتطبل؟ بتقطعني اهو، يبقى بتطبل. لا سيبنا هو كمل انا يا وبعد اما كده امشي اقول. وراك يا لا اما ما تمشيش ورا، بطبل. انا بقول لك. لا حول ولا سيبنا قوه كمل الا وبعد كده عقب عشان نوصل المعلومه للناس، اتفضل يا عشان كابتن الناس رضا. بس تفهم. بس انا عمري ما بطبل وانت عارف. ايوه ماشي، بس انت طبلت ماشي. لا دلوقتي لما عمري ما قطعتني. بطبل لا دلوقتي خفت ولا بعد خفت كده. خفت كم خفت، ولا بخاف من عمال حد اخد وانت شفطه عارف. الاول لا بس لا عشان عمري نهدي بقى. انا جايب تحصل. كركديه عشان اهدى، عشان انت وحياه ربنا البرنامج هتقفل النهارده يا استاذ نشأت. ليه يا كابتن انت رضا؟ وحياه اهدى ربنا بس انا عايزك هادي، تهدى. واهو جايبين لي كمل. كركديه عشان اهدى، انت عمال انا ما تنرفزني. طب ما انا معايا انا شاي سيبني اهو يا كابتن. اكمل اتفضل يا كابتن. اكمل. اتفضل. فانا بقول ان ده منتخب مصر، يجي رمضان صبحي ده اللي انا عايز اوصله للناس. يجي طاهر محمد طاهر، يجي متقال، ملناش دعوه، احنا عايزين منتخب مصر يبقى باحسن صوره. انا ماليش دعوه، انت دلوقتي بتكلمني بتقول لي الاختيارات دي بتاعته هو، بس انا بتكلم على الناس اللي هي عماله تطبل للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان لا رمضان صبحي. انت مالك؟ رمضان صبحي ده راجل محترف وجي واحترف وخلاص وقصه وانتهت، والراجل خده لان رمضان صبحي من احسن اللعيبه اللي موجوده، على لعيبه كمان محترفه باستثناء محمد صلاح بس، يعني هو رقم اتنين بعد محمد صلاح ماشي. مش بعد تريزيجيه. لا 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 رقم اتنين، واخد بال حضرتك؟ فانا بقول ايه، ان ده يا رجاله ده منتخب مصر، اي حد ينضم احنا عايزين نكسب وعايزين نعدي الماتشين دول عشان ان شاء الله نبقى في افريقيا، وده هيدينا دفع عشان تصفيات كاس عالم. فالكابتن حسام دلوقتي احنا نقف وراه، يعني من يوم ما خد الاختيارات انا ما قطعتش، انا قبل الاختيارات قطعت فيه بس عشان مصطفى محمد.
وسبحان الله في يوم وليله بقى مصطفى محمد سمع كلام الكابتن حسام البدر وبقى لا 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 ده اتطور اداؤه كتير، وانا ما كنتش قلت عليه كده ما كانش. طب ومحسن مروان محسن اللي بقى له سنه ما اتطورش غير ان هو جاب جون، وهو لو كان اصلا عارف ان هو مش اوفسايد وربنا ما كانت هتيجي في اللي هو الماتش بتاع الوداد ده، لو عارف ان هو مش اوفسايد ما كانش هيجيبها، انما عشان اوفسايد فهو حطها وخلاص وقام الحكم مصفر. بس جول حلو في النهايه. ماشي، ما انا بقول لك يعني بص ما فطس فيه يعني. لا ما بفطسش فيه، بس هو كابتن حسام اللي فطس في مصطفى محمد عشان فاحنا انا طلعت وهاجمت وهفضل اهاجمه لغايه ما هو يقتنع ان هو مش واخد مصطفى محمد كمال يتعادل. في الجزئيه بتاعت مصطفى بس محمد بس، انما لما جه الاختيارات انت شفت لي تصريح عليه، انا قلت دي اختياراته وهو ادرى وهو اللي هيتحمل مسؤولية.